أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صفة مسح المرأة على خمارها؟ وهل يشرع لها ذلك عند الحاجة أو أنها في كل أحوالها؟ المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة لأنها منهية عن التشبه بالرجال، لكن الخمار إذا ثبتته، إذا ثبتت الخمار بأن أدارته تحت حنكها، ثبتته بحيث يشق نزعه، فإنها تمسح عليه قياسا على العمامة. ولهذا يقول الفقهاء: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم.